اهلا بيكم. النهارده هنتعلم تصريف فيرب فينير مع حرف الجر د او من. حرف الجر د او من بيتغير على حسب المكان اللي انا بتكلم عنه، تمام؟ فاذا كان حرف الجر د ياتي بعده اسم مدينه او اسم دوله او اسم مكان، فيكون حرف الجر من عباره عن ايه؟ عن د اللي هي د ا، ودو اللي هي د ا، ود ابوستخف، ود اللي هي د اس. زي ما هو مكتوب قدامك في الكتاب، حرف الجر دو ياتي مع اسم الدوله المفرد المذكر، وحرف الجر د ياتي مع اسم الدوله المفرد المؤنث، وبرضو حرف الجر د ياتي مع اسم المدينة، أما الدي أبوستخف فتأتي مع اسم الدولة المبدوء بحرف متحرك، وبرضه مع اسم المدينة المبدوءة بمتحرك. أما اسم الدولة الجمع فيأخذ دي اس، وكل دول بمعنى من. دي ودي ودي أبوستخف ودي كلهم بمعنى من. طيب ناخد مثال على اسم دولة مفرد مذكر. المثال بيقول je viens du Maroc، يعني انا جاي من ماروك، من المغرب. هنا من هي دي او، لان ماروك اسم دولة مفرد مذكر. طب لو اسم دولة مفرد مؤنث، شوف المثال اللي بعده je viens de France، je viens de France، يعني انا جاي من فرنسا. هنا فرنسا مفرد مؤنث، عشان كده اخدت دو. طيب لو عاصمة أو مدينة يعني برضو بتأخذ حرف الجر د، فأقول je viens de Paris، أنا جاي من باريس. ولو دولة بتبدأ بمتحرك فباخد معاها د أبوستخف، فأقول je viens d'Italie، je viens d'Italie، أنا جاي من إيطاليا. إيطاليا هنا بتبدأ بمتحرك، عشان كده أخدت د أبوستخف. اما لو مدينة بقى بتبدأ بحرف متحرك برضو باخد معاها دي أبوستخف. شوف المثال je viens d'Alexandrie، je viens d'Alexandrie، يعني انا جاي من الاسكندرية. اسكندرية بتبدأ بمتحرك، عشان كده اخدت معاها دي أبوستخف. اما لو اسم دولة جمع، شوف المثال، اما لو اسم دولة جمع زي الولايات المتحدة الامريكية، فيأخذ معها دي اس، فأقول je viens des États-Unis، يعني انا جاي من الولايات المتحدة. الولايات جمع، عشان كده اخدت حرف الجر من الجمع اللي هو دي او اس. اكرر لك تاني ان د ودو ودي ابوستخف ودي كل دول بمعنى من، ولكن كل حرف من حروف الجر دول ياخذ شيء معين. يعني دو اللي هي دي او تاتي مع الدول المذكر، ود اللي هي دي اي تأتي مع الدول المؤنث وكمان المدن، والدي أبوستخف تأتي أمام الدول المفرد المبدوءة بحرف متحرك وكمان المدن المفرد المبدوءة بحرف متحرك. أما الدي اي اس فبتأتي مع المدن الجمع. يبقى احنا كده عرفنا ان أسماء المدن تأخذ دي اي، ولكن في ثلاث مدن دايما بننطقهم بمين؟ بال اي قبلهم، يعني زي لو كير، لو فيوم، لو سيناي، القاهره والفيوم وسينا. الثلاث مدن دول دايما لما بننطقهم بنحط قدامهم لو. طب لو انا عايز اقول كلمه من، احط دي اي عاديه؟ قال لك ما ينفعش، ما ينفعش تخلي د وبعدها على طول ل. امال بتعمل ايه؟ بتدمجهم مع بعض وهما الاثنين بيتحولوا الى د اللي هي د او. اذا القاهره والفيوم وسيناء بياخدوا حرف الجر د، باقي المدن تاخد حرف الجر د اللي هو د او. تمام. مثال بقول je viens du Caire، je viens du Caire،
أنا أأتي من القاهرة. القاهرة هنا من ضمن العواصم الشاذة أو المدن الشاذة التي تأخذ دو اللي هي دي أو. إحنا كده خدنا حرف الجر من الذي يأتي مع المدن والدول والمدن الجمع. طيب لما نيجي نتكلم في نطاق داخل المدينة، يعني لما نيجي نتكلم على أماكن داخل المدينة، أماكن زي المستشفى، السينما، الحديقة، المنتزه، المنزل، المدرسة وهكذا، الأماكن اللي زي دي برضو لها حرف الجر من بتاعها، وحرف الجر من هو المرة دي يشبه أدوات التجزئة اللي هما دو ودو لا ودو الابوستخوف ودي او اس. يعني حرف الجر دو يأتي أمام الأماكن المفرد المذكر، دو لا يأتي أمام الأماكن المفرد المؤنث، دو الابوستخوف يأتي أمام الأماكن المفرد المبدوءة بحرف متحرك، دي يأتي أمام الجمع. تمام يا شباب؟ مثال بقول je viens du club. Je viens du club. أنا أأتي من النادي. من هنا du لأن النادي مفرد مذكر. مثال كمان il vient de la maison hantée. يعني هو يأتي من منزل أو من بيت الرعب. هنا maison hantée مفرد مؤنث عشان كده أخد de la. il vient مثال كمان elle vient de l'école. de l'école هنا ايه اللي حصل؟ يعني هي تأتي من المدرسة. المدرسة بتبدأ بحرف متحرك عشان كده أخدت معاها de l'apostrophe. مثال كمان مثال كمان je viens des montagnes russes. يعني أنا أأتي من الجبال الروسية. الجبال الروسية دي اللي هي لعبة في الملاهي، هي جمعة عشان كده أخذت معاها دي او اس. يبقى نعيد تاني، لما أكون بتكلم عن أماكن داخل المدينة، أماكن عامة داخل المدينة، بستخدم معاها حرف الجر من، ولكن المرة دي حرف الجر من هو مين؟ هو أدوات التجزئة اللي هم دي ودو لا ودي الابوستخوف ودي او اس. ودلوقتي في تدريبات صفحة 229 ابقي حليها.